شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. صدق الله العلي العظيم. العلم على ثلاثة أنواع. النوع الأول العلم الذي يتعلق بالعلة وحدها، حينما النظر يكون مقصوراً على ذات العلة. هنا العلم يتركز على العلة ولا يتجاوز العلة إلى المعلول. مثلاً أنت تشاهد بعوضة، هذه البعوضة تحط على اليد وتدخل خرطومها في اليد وتمتص الدم، ولكن ربما لم يكن يعلم الرجل القديم ما هي الآثار التي تترتب على ذلك، وأن أي أمراض خطيرة يمكن لهذه البعوضة المتواضعة أن تنقلها، ربما بعوضة تقتل إنسانا، وربما بعوضة تقتل جيشا وتهزم جيشا. هنا العلم علم بالعلة وحدها. النوع الثاني العلم بالمعلول وحده. نشاهد المسبب ونغفل عن رؤية السبب. ما هو السبب وراء هذه الظاهرة؟ لا نعلم. نشاهد طفل يصاب بالحمى، هذه الحمى ظاهرة، هذه الظاهرة لها أسباب. شنو أسباب هذه الظاهرة؟ لا نعلم. الطبيب هو الذي يعلم ما هي العوامل التي أدت إلى هذه الحمى، لكن الرجل العادي عندما ينظر إلى الظاهرة المرضية يشاهد المعلول فقط ولا يشاهد العلة. هذا هو النوع الثاني.
النوع الثالث وكلامنا في هذا النوع العلم بالعلة والمعلول معا. تشاهد الظاهرة ولكن بالإضافة إلى ذلك تشاهد أسبابها أيضا. تشاهد الأسباب ولكن في ذات الوقت تشاهد المسببات أيضا. العلم بالعلة والعلم بالمعلول معا. سؤال: العلم إذا كان على النحو الثالث، يعني كان علما بالعلة وكان علما بالمعلول، يجب أن ندقق في هذا السؤال. هل هذا العلم يلغي علية العلة؟ الجواب على هذا السؤال مفتاح لمعضلة من معضلات الفكر البشري من 5000 عام وإلى هذا اليوم. إذا علمك تعلق بالعلة وتعلق بالمعلول معا، هل هذا العلم يلغي علية العلة؟ هل هذا العلم يلغي دور العلة في إيجاد المعلول وتوليد ذلك المعلول؟ الجواب أبداً. العلم لا يلغي دور العلة، العلة ثابتة في محلها. الربط بين هذه العلة والمعلول ثابت في محله، ولا يلغي هذا الربط علمك بأن هذه العلة سوف توجد ذلك المعلول. عندك ابن، تعلم أن هذا الابن يذاكر فينجح. المذاكرة علة والنجاح معلول، وهذه الفاء تدل على العلية. أنت تعلم، أنت مطمئن 100% في ذلك. هذا علمك يلغي دور المذاكرة؟ لا. من الذي جعل ابنك ينجح في الامتحان؟ مذاكرته. علمك ما ألغى دور المذاكرة في نجاح ذلك الطفل. أنت تعلم بأن التاجر الفلاني سوف يتجر فينجح، يتجر فينجح، هذا علمك. هل يلغي دور الاتجار في نجاحه؟ أبدا. إذا قيل لماذا نجح التاجر الفلاني في تجارته، لماذا نال الثروة، تقول لأنه اتجر، لأنه سهر، لأنه خطط وفكر. فعلمك لم يلغ دور العلة ولم يلغ علية العلة. نأتي إلى علم الله. الله سبحانه وتعالى عالم منذ الأزل بكل شيء، كل حركة من حركاتنا، وكل سكنة من سكناتنا كانت تحت العلم الإلهي الأزلي. الله من قبل 1,000,000,000 عام كان يعلم أنك في هذه اللحظة سوف تكون في هذا المكان. الله قبل أن يكون عرشه على الماء، قبل أن يكون الكون، وقبل أن يكون المكان، وقبل أن يكون كل شيء،
كان عالما بكل شيء وكان محيطا بكل شيء، ولكن هذا العلم لا يلغي دور العلل الطبيعية ولا يلغي دور العلل الغيبية. الله يعلم أنك سوف تكون في هذا المكان، ولكن لماذا أنت في هذا المكان؟ لأنك أردت أن تكون في هذا المكان. قبل نصف ساعة فكرت أذهب أو لا أذهب، قلت نعم أذهب. هذه الإرادة هي التي جعلتك في هذا المكان. الله يعلم كونك في هذا المكان، ويعلم أنك تريد أن تكون في هذا المكان فتكون في هذا المكان. إذن علم الله سبحانه وتعالى لم يلغي إرادتك ولم يلغي اختيارك، بل هذا العلم يؤكد الإرادة ويؤكد الاختيار. هذا اليوم هو يوم الجمعة، وهو يوم عرفة أيضا، من أهم العلل الغيبية في هذا اليوم للوصول إلى المقاصد الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ما يمكن واحد يقول الله قدر لي أن أعيش 80 عام، أنا دعوت في هذا اليوم أو لم أدعو، هل علم الله يتغير؟ الجواب لا. الله يعلم أنك تعيش 100 عام، هذا علم بالمسبب، ولكن يعلم أنك تدعو فتعيش 100 عام. إذا أردت أن تعيش 100 عام فرضا، ما هو الطريق إلى ذلك؟ الدعاء هو الطريق. الإنسان الذي لا يدعو الله سبحانه وتعالى، الله لا يقدر له الخير لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. قل، لاحظوا الآية وقوة الآية، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني الله لا يعتني بالإنسان إذا لم يدعو الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم يوم الدعاء، يوم التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يوم التضرع والسؤال من الله. أفضل الأعمال في هذا اليوم كما يقول المحدث القمي رحمة الله تعالى عليه في مفاتيح الجنان، الدعاء في هذا اليوم أفضل الأعمال. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه رأى شخصا يسأل الناس في يوم عرفة، فقال له ويلك، تسأل الناس في هذا اليوم؟ هذا هو يوم السؤال من الله. إذا واحد مضطر ما في إشكال، إذا فقير مضطر ما في إشكال مضطر، ولكن هذا هو يوم السؤال من الله سبحانه وتعالى. إن هذا اليوم هو الذي اليوم الذي يؤمل أن يعم الله بفضله ورحمته حتى الأجنة في الأرحام، يعني حتى الجنين في رحم أمه في تلك الظلمات الثلاث، الجنين الذي لا لسان له، الله سبحانه وتعالى يؤمل أن يعمه برحمته في هذا اليوم. فكيف بالشخص الذي التجأ إلى الله، الشخص الذي دعا الله، الشخص الذي دعا في هذا اليوم بدعاء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في يوم عرفة؟ نحن محرومون من الكون في عرفة، نحن الجالسون هنا لأسباب مختلفة،
حرمنا من الكون في عرفات في هذا اليوم، ولكن يمكن أن تجعل مجمعك، يمكن أن تجعل غرفتك، يمكن أن تجعل بيتك متصلة بذلك الملأ الروحاني. الأدعية التي تقرأها، الله سبحانه وتعالى يكتب لك الفوز الذي كتبه لزوار عرفة، ويكتب لك الدرجة التي يكتبها للموجودين في عرفة، يوم عرفة ويوم الجمعة. وما أعظم التقاء هاتين المناسبتين. وإذا الإنسان ضيع هذه الساعات الباقية فذنبه على نفسه. الإنسان يجب أن يطلب من الله سبحانه وتعالى خير الدنيا والآخرة لنفسه ولإخوانه المؤمنين في هذه الساعات المتبقية من هذا اليوم المبارك. هنالك شيء آخر أعظم من الدعاء. الدعاء عظيم جدا، الدعاء عروج بالروح إلى عالم الملكوت بعيدا عن هذه الأدناس المادية التي أغرقنا أنفسنا فيها. ولكن هنالك شيء آخر أعظم من الدعاء، ويجب الإتيان به إلى جانب الدعاء، وهو التطهير. تطهير هذه النفس من ذنوبها وآثامها. هذه الذنوب، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. الدعاء في هذا اليوم ربما لا يرتفع إذا كان في عنق المؤمن الذنب يمنع هذا الذنب، يقف بين السماء والأرض ويحول بين الدعاء وصعوده إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. هذه الذنوب أهم شيء في هذا اليوم، أن يتخلص الإنسان فورا من هذه الذنوب. إذا واحد يطلبك في هذا اليوم، لا تقل غدا، غد مفتاح من مفاتيح الشيطان، مفتاح من مفاتيح جهنم. الآن الإنسان يذهب ويؤدي ذلك الدين. إذا واحد في رقبة حقوق الله سبحانه وتعالى، الآن مو في وقت آخر، يجب أن يصفي هذا الحق، ليبقى هذا الحق في رقبته ولا ينظر الله ولا يكلمه ولا يزكيه. وربما والعياذ بالله هذا الذنب يجعله من الأشقياء. إذا أكو هنالك ظلم من بعضنا على بعض، ببطوله الإنسان يذهب ويزيل ذلك الظلم. إذا هنالك سوء تفاهم بين الزوج وزوجته، عدم العشرة بالمعروف ذنب. الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف. الآن الإنسان يذهب ويعتذر بكل بطوله. الرجل يعتذر من زوجته، والزوجة تعتذر من زوجها. هذا مو كسر لك، هذا كسر للشيطان. الملا محسن الفيض الكاشاني، هذا الرجل العالم الكبير، في يوم من الأيام كان قاعد في مكان، فكان هنالك رجل آخر ما أذكر اسمه، قال كلمات في حق الفيض،
كلمة ما كانت في محلها وانفض المجلس، الفيض ما قال له شيئا. ذهب الرجل وعاد إلى بلده قزوين. بعد ذلك أدركته رحمة الله. التوبة تحتاج إلى رحمة، اليقظة تحتاج إلى لطف من الله سبحانه وتعالى. هذا الوعي لطف من الله، هذه اليقظة رحمة من الله، هذا الدعاء في هذا اليوم رحمة من الله لمن يدعو في هذا اليوم. فكر أنه يجب أن أكفر عن هذا الذنب، أنا رجل عندي مقام، أروح أعتذر من هذا؟ نعم، إذا اغتبت شخصا فهذا الذنب لا يمحى إلا بأن تذهب وتعتذر إليه بكل بطولة. هذا مو انكسار، هذه بطولة. يذهب الإنسان ويعتذر من الطرف أنني اغتبتك، وإذا فرضنا أن ذلك يولد مفسدة اجتماعية فيستغفر الله تعالى له. الرجل انتبه وهو يعيش في قزوين، والفيض الملا محسن يعيش في كاشان. خرج من بيته من قزوين مشيا على الأقدام إلى كاشان. تعلمون كم هي المسافة؟ لعل المسافة تستغرق مشيا على الأقدام أياما، الآن بالوسائل الحديثة تستغرق ساعات طويلة، فكيف مشيا على الأقدام؟ مشى من قزوين إلى كاشان وطرق الباب وهو يقول يا محسن قد أتاك المسيء، لأن اسم العالم محسن، يا محسن قد أتاك المسيء. الملا محسن إجى خرج أخذه وعانقه. إذا واحد اعتذر إجى معتذرا إليك اقبل عذره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في البحار من لم يقبل من معتذر عذرا صادقا كان أو كاذبا، ماكو فرق، حتى إذا يكذب يجب أن تقبل عذره، ينبغي أن تقبل عذره. من لم يقبل من معتذر عذره صادقا كان أو كاذبا لم ينل شفاعتي في يوم القيامة. جاء الملا محسن واعتنقه، دخل إلى الدار، اعتذر منه هذا الرجل، أنا قلت هذه الكلمة في حقك ما كانت في محلها. بعد دقائق خرج، وين؟ أرجع إلى قزوين. أقعد شوية، أبدا، أنا فقط جئت لهذه القضية، ما أريد يدخل في نيتي شيء آخر، لا يشوب هذه النية شيء آخر. ورجع من كاشان إلى قزوين. إذا الرجل ظلم زوجته في هذا اليوم يذهب بشهامة ويعتذر من زوجته، إذا المرأة ظلمت زوجها بكل شهامة تذهب إلى زوجها في هذا اليوم وتعتذر من زوجها. من جانب الإنسان يصف التبعات التي على عاتقه، ومن جانب ثاني يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم كي يعمه الله بلطفه ورحمته ويكون من المرحومين في هذا اليوم العظيم. هنالك مطلب أخير يتعلق بيوم غد، طلب مني بعض المؤمنين أن أتحدث حوله قليلا، أنا أكتفي بقراءة بعض الروايات الواردة في ذلك حول الأضحية. الأضحية في يوم غد مستحبة لكل أحد، يوم غد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، هذه الأيام الثلاثة تستحب فيها الأضحية عن كل شخص، قريبا كان أو بعيدا، حيا كان أو ميتا، رجلا كان أو امرأة.
عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: الأضحية واجبة. الوجوب هنا بمعنى شدة الاستحباب، على من وجد، كل من يقدر من صغير وكبير. الرواية الثانية: كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يضحي كل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبش يذبحه ويقول: اللهم هذا عن نبيك. والنبي صلى الله عليه وآله في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم يذبح كبشا آخر عن نفسه. الرواية الثالثة: إن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله جاءت إلى رسول الله فقالت: يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية، ما عندي مال، فماذا أفعل؟ فقال صلى الله عليه وآله: استقرضي قرض، خذي قرضا وأضحي بالأضحية، فإنه دين مقضي، هذا الدين لا يدعه الله، يقضيه الله، ويغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة من دمها. الرواية الأخيرة: إنه دخل صلى الله عليه وآله وسلم على فاطمة في يوم أضحى صلوات الله وسلامه عليها فقال: يا فاطمة قومي فاشهدي نسكك، أما إن أول قطرة تقطر من دمها كفارة لكل ذنب، أما إنه يؤتى بلحمها وعظمها وصوفها وكل شيء منها حتى توضع في ميزانك يوم القيامة وتضعف لك 70 ضعفا، الدينار الواحد 70 دينارا عند الله. فسمع ذلك المقداد فقال: بأبي أنت وأمي، هذا شيء خص به آل محمد؟ أو عام؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل للمسلمين عام، يعني أن هذا الثواب العظيم المذكور في هذه الرواية لكل أحد أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المرحومين في هذا اليوم، ولا يجعلنا من المحرومين، وأن يشركنا مع الحجاج الذين يقفون في عرفات في ثوابهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق، هدي ينير.